عم نحصد قمح الحمد لله والامور كويسه، والحصاد الحمد لله حديثه وكويسه، والامور المزارع ان شاء الله كويسه الحمد لله مقبوله، ما مثل العام الاول. هلا يوميا الصبح بنفيق من شاحن من زيت وبنمشي الساعه 9 على الحصاد، بنحل 9 8 ونص 9 كل موسم حصاد بنجي لهون، بنخلص بحمام وبنجي لهون. ببلش موسم الحصاد ببدايه الشهر السادس ما ينتهي موسم الري وما ري، ومن ثم بنبلش الحصاد بالحصادات الحديثه. الحمد لله اتتنا حصادات حديثه ريحت العامل والفلاح من الحصاد المنجل والتعب، وصار جني المحصول بكمية أفضل وفترة قصيرة بسبب قلة الأمطار. كان في ضعف بالقمح والشعير وأرض البعل لا يوجد خالص، لا في مواسم ولا شيء، ما في غير أرض اللي ارتوت فقط. السنة هاي إجا جفاف بالأمطار، قلة الأمطار، بقى بيضطر الفلاح بده يدور المتور، هي الآبار الارتوازية، وكمية المازوت غير كافية، لأجل هيك بيرتد على المحصول وعلى الفلاح. مساحة الأقماح السقيم مزروعة في منطقة الكسوة هي 2200 هكتار، قرية الدرخبية فيها 500 هكتار لهذا الموسم. تراوحت نسبة الإنتاج بين الهكتار الواحد بمناطق اللي كانت فيها قلة أمطار بين الواحد طن لوصلت لحد 7-8 طن في بعض المناطق اللي كان أمطارها أو المياه الجوفية فيها أكثر. تسليم الأقماح للموسم لمؤسسة عامة للحبوب بالكسوة في مركز الحبوب، الفلاح بياخد شهادة منشأ بالمساحة والكمية اللي موجودة عنده، وبإمكانه مباشرة لمركز حبوب الكسوة يسلم. والنسبة لثمن الأقماح أنه خلال 24 أو 48 ساعة بيستلمه من المصرف اللي هو بيحدده. 2200 هكتار تنفذوا بالكامل، لكن اللي وصل لمرحلة الحصاد ما تجاوزوا 1800 هكتار.